حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نتكلم فيها عن كثير من الأمور والقضايا تخص النازحين. اليوم أكو فصل جديد من فصول الإمعان الحكومي والإذعان والظلم تجاه هؤلاء أو تجاه هاي الشريحة الكبيرة من الشعب اللي أصبحت بعد دخول تنظيم الدولة إلى ثلث مناطق العراق موجودة بالعراق واللي ما كنا نعرفها سابقا. ملف النازحين اليوم أكو بي قضية جديدة، أكو بي تطور جديد. تابعونا بعد الفاصل. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك يوم من عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. حلقة اليوم راح نتكلم بها عن النازحين تحديدا اللي بدت الحكومات أو الحكومة المركزية بترحيلهم بشكل قسري من مخيمات النزوح ويجب أن يعادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية، لكن أكو مشاكل كثيرة بعد هذه القضية أو بعد هذا الإجراء أو بعد هذا القانون. أنت لما جيت على النازح أو على العائلة النازحة واللي قاعدة بمخيم واللي هي فاقدة كل شيء، فقدت بيتها اللي كانت ساكنة به بمنطقتها إن كانت بمحافظة صلاح الدين أو التأميم أو نينوى أو ديالة أو بغداد أو جرف الصخر أو حزام بغداد، مو كل بغداد حزام بغداد. أنت لما ترجعها إلى مناطق سكناها 90% من البنى التحتية اللي موجودة بهاي المحافظات مدمرة، خصوصا نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالة. لما ترجعهم لهناك وين يقعدون؟ بالشارع؟ لا، ينصبون خيمة بحديقة بيتهم اللي كل أنقاض. زين من يرجعون هناك أولادهم اللي أنت ما نعطيهم أوراق ثبوتية شنو مصيرهم؟ هو أنتوا تحاسبون هاي المخيمات وتحاسبون النازحين على أنه أكو إلهم أهل تابعين إلى تنظيم الدولة، وأمعنتوا ما أمعنتوا بظلمكم إلهم، واليوم ظلمتوهم ظلم جديد ورحلتوهم من مخيمات النزوح إلى مناطقهم. إضافة إلى ذلك أنه السلطات العراقية لما رحلت النازحين أغلب النازحين اللي رحلتهم هم نساء وأطفال، أغلب ما موجود بالمخيمات حاليا هم النساء والأطفال، فئة بسيطة من المخيمات اللي بيها الزلم حاليا يا أما اعتقل يا أما قتل يا أما هارب. مخيم حمام العلي اللي بمحافظة نينوى أكو نازحين من محافظة التأميم تحديدا الحويجة، هربوا من تنظيم الدولة، هربوا من المعارك، هربوا من أن يحاسبوا على شيء هم ما فعلوه، راحوا إلى محافظة نينوى
واليوم الحكومة ترجعهم القضاء الحويجة عن طريق 12 حافلة بيضة تحمل شعار وزارة النقل كانت تنتظرهم لتنقلهم من مخيم حمام العليل في ساعات الصباح المبكرة من يوم الأربعاء، يعني يوم يعني البارحة. النساء والأطفال ممنوع يشيلون غراضهم، شالوا أمتعة قليلة، يعني كل واحد شال علاقة أو إذا عنده جنطة شال جنطة وطلع بيها، وصفوا قرب الحافلات، وأكو تدقيق أمني عليهم، مسؤولين قاعدين يدققون بلوائح وركبوهم ورجعوهم. واحدة من النازحات اللي أعيدت إلى قضاء الحويجة حكت للصحافة وللإعلام، قالت احنا تهجرنا من سنتين وهسه قالوا لازم علينا انه نرجع، بس ما نعرف شنو مصيرنا لان بيوتنا مهدمه، راح نبقى بالشارع لو راح نروح المخيم لاخ. عندي اتصال. ابو مصطفى من الموصل، حياك الله. حيا، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. سادة فل، بالنسبة للعراق ما عنده حكومة، أنتوا دائما الصحف العربية خاصة العراقيين نقول بالذات، يعني أنتوا علمك أقول لا تقول حكومة، إنما عصابة أمريكية مجوسية صهيونية بامتياز. إحنا ما عندنا حكومة، إحنا عندنا ماشية مافيات تقتل بالناس، هذول ما يعتبرون نازحين، يعتبروننا أنقى يعني أكثر أو أعدى من الأسرى وغير، يعني خلنا نكون واقعيين. إحنا اليوم عرب السنة للأسف نقولها بمرارة، يعني احنا ما، لكن هسه اتضح لي انه العراقيين الباقين بانه احنا شنو اللي كان مرسوم علينا وشنو الخطط اللي محضرين لنا اياها. فالنازح ما يعتبروا نازح، يعتبروا عدو لهم، شلون يقرضوه؟ يعني حتى المساعدات اللي كانت تجي من الدول العربية او الاسلامية نقول خاصة الخليج، انا سبق وان كنت نبهت مركز ذال عن عبر ذاعتكم انه من تجي المواد لا يسلموها لهم، كلها يسرقوها. اللي حرس اللي حواليهم ما يقبلون احد يبيع، اكو بعض الحاجات كانت تبيض عليهم مثل تجي خاصه من الخليج للاثرياء، كان ما يقبلون، هم ما ياخذوها عنوه عليهم ويبيعوها بسعر اللي يريدونه هم الحرس اللي عليهم. ودشولهم حتى بعض الادويه المسمومه من ايران، اكو شغلات كثيره خفيه ما حد يحكيها او مثل ناس تنساها، مثل يجي لك أدوية منك منين تجي من عبر إيران كلها كسباير لو متشوشة، كثير أمور تجي من إيران هي كلها مسمومة، هي مسمومة مقصودة لقتل العراقيين. فإحنا ليش اليوم أنتوا قبل ساعة عندكم برنامج كلش حلو حول العرب اللي أو العراقيين اللي ينهانوا بإيران، يعني أنت ليش روح لإيران؟ يعني واحد رايح على إيران، عندنا هنا منطقتنا رايح لإيران شيء يسوي راحات ويحشيها وشمساوي زارعينه بها مواد مسرطنة، فيكتشفوها هنا العراقيين قال هاي المواد مسرطنة انت حاطي لك اياها، فبقى شهر شهرين وتوفى. فهم كليتهم هم الصهاينة والمجوس هدفهم ان يقتلون العراقيين. هسه اتضح للشعب العراقي بانه كلهم عدو، فذول اللي في الخضراء ذول كلهم انتم شيعتهم كرادوا معرب كلهم خونه. زين ابو مصطفى، شنو رايك شنو رايك باللي تسويه الحكومه اليوم انه ترجع النازحين اللي هم انهزموا حتى يحافظون على حياتهم وعلى ارواحهم، وراحوا بمخيمات وقاسوا المر بهاي المخيمات، واليوم غصبا ما عليهم يرجعون الى مناطقهم المهدمه باوامر من الحكومه؟ سادات العزيز، ما عندنا حكومه، عندنا اجنده تنفذ اوامر الصهاينه والمجوس وخاصه المجوس. يعني حتى بين الشعب نقول ان الناس نامن بهم نقول لهم ترى كلها مقصوده علينا، لكن احنا ليش نظل مغفلين؟ ليش نظل يعني لو هسه وقت العراقيين عند ما بدات الجهاد الصحيح لو العراق كله واقف ويانا ما كان صار فينا اللي صار هسه. هسه تندموا كرادهم وشيعتهم للاسف نقولها مراره، لكن احنا لو كل يد واحده ما صار بينا الا صار. اليوم هسه حسه وقال والله صحيح انتم عرب السنه وقفتوا، لكن احنا ما وقفنا وياكم وكسروا على المشط بروسه وبروسكم، لكن هسه بعديش، لكن قادر الله سبحانه وتعالى اذا يريدون نقدر نعيد نشاطنا
ونكسح المجوس واليهود والامريكان حتى الامريكي. اقسم بالله لو يتوحد الشعب العراقي ما نريد احد يعاوننا. لو يتوحد الشعب العراقي فلا يبقى جريدي حتى الخونة ذولا الذين لا مجوس ذولا مو حكومة. لا تقولوا الحكومة، لا تسموهم حكومة، سموهم مجوس، سموهم ديال المجوس. هم ما عدو جد ما يود. احنا هاي عرب ما عثار عندنا استاذ أفل. نعم عدو جد ما يود. يعني هذا قبل الإسلام مثلنا بالحادث الشيباني وهاني بيحوز. هل هم أهل جنوم وهم أهل هم أجدادهم وشان يقارعونهم وشان يحاربوهم النعمان بن المنذر؟ ليش ما يكون التاريخ إيه متحن عجمي على عربي ما حن قطوا رب الكعبة اللي قالها ما قالها نعم. فإحنا ليش ما ننتبه أنفسنا؟ والله هذا سني، هذا شيعي، هذا كردي، ليش؟ ليش إحنا مشينا شعب واحد ما كانت هاي السوالف؟ هسا اليوم النازحين داعي يذبحون بيهم، يطببوا لهم مواد اكسباير، الطعام اللي يجيهم اكسباير، الكيك اللي يجي من إيران كله مسموم لكن ما يعرف ما يراسل يظهر أكثره فاسد. تجيبوه بالكرتونات إحنا ندري كلها على بيننا من راجع أهلنا وقرايبنا اللي في المخيمات كلها ندري بيها. حتى الحزن لهم يقول ما تأكلون لا خمر روحكم عليها، لكن مع المرات يجبرون الطفل من يشوف الكيكة ما يقدر يقف. طيب فيجبر يعني هذا فال والله مع الأسف. مع الأسف. شكرا لك أبو مصطفى. أبو جعفر من عاصمة الرشيد بغداد، حياك الله. السلام عليكم ورحمة. عليك السلام والرحمة والإكرام. أبو جعفر من مدينة الصدر من بغداد حبيبي. حياك الله. الله يعزك حيا لك أخي حسن. نعم. حقيقة صدقني يوما من أيام هذا بانتهاء قضية داعش. هاي الفيلم الأفلام هاي الكوميدية الإسلام كارتون بين أمريكا وبين إيران وبين الأحزاب. هاي اللي مشوا على الشعب العراقي حبيبي. أخي حسن صدقني إحنا منظمة إنسانية. أنا واحد من الناس متطوع يعني لا تكذب ولا هذه. فرحنا نودي الإخواننا هناك، إخواننا أهل الغربية الأبطال الشرفاء، إخواننا السنة اللي هم دم واحد يجري في مصطفى حتى نهرج الجو الفراق صبنا في شرق العرب الأخوة السنة والشيعة الشرفاء اثنينهم. يعني صدقني ودينا قاطرات صخورة وسيارات كثيرة أخي حسن. صدق واعتقد ورا أيام أربعة لقيت أحد الأشخاص في سوق مريدي لا سامع في مدينة الصدر. سوق مريدي أحد الأحزاب تتباعد هنا صدقني الدنوات وياك في شرف. هنا سوق مريدي الباعن وغير يومين الثلاث أيام ما وصلوهن لإخواننا. أخذوهن من عندنا بالطريق وقال يا ترى عندكم شوية فلوس داعش وكذا وصاف عليكم وأخذوا من عندنا هاي البضائع اللي هي مواد غذائية ومفروشات أنواع المفروشات لإخواننا. وباعون ورا يومين ثلاثة بمريدي هؤلاء ناس زنادقة اللي هم أذناب وأعوان إيران. هؤلاء الناس الدجدة يصدق واعتقد يا حسن هاي قبلهم صولة. الصولة شنو؟ الصولة بأن تكاثر سنة وشيعة يشهد الله ورسوله وجميع الأحزاب هذه اللي موجودة في العراق كلهم منين ما أجوا نشتحقوا هي دول عربية أوروبية سندنابية ما أدري أمريكا هاي العملاء دمروا العراق. هسه شنو جاي يرجعون على جاي يدقون على الوتر قطاعة ما بين السنة والشيعة. والله هاي هات ندلة سنة وشيعة أفوى للموت. يشهد الله ورسوله ومحمد وآل محمد بأن الشيعة والسنة نفس واحد كما قال الشهيد الأول محمد بافر الصدر والشهيد الثاني محمد صادق الصدر قدس الله أثارهم بأن السني أخو الشيعة والشيعة أخو السني. ولا يلعبون علينا هاي اللعبات. كافي الفيلم عرفنا هؤلاء الناس والعلماء العملاء جميعا الأحزاب كلها باطلة. فيا أخي يا حسن نرجو منكم شوي ومن قناتكم الموثرة شوي تثقيف المجتمع سنة وشيعة لطرد هؤلاء الناس اللي هم جاؤونا من الخارج يا أخي وعاثوا ولعبوا بمليارات العراق. والحين هسه فأخي حسن عندي قد ملاحظة كلش مهمة أرجو من أخواننا في قناة الرافدين الشريفة شيء موضوع أطلب منك كل شنو أخي حسن؟ شنو عيني؟ حبيبي حسن أريد اليوم من اليوم في البرنامج تدعى لي من على الطاب وما طاب وزارة العدل والله وبالله عن شنو؟ عندي قد مواضيع على طاب على وزارة العدل حبيبي على الطاب وما طاب. نعم السرقة 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 في الطاب ومع المسيح ومع السنة وكذا وقاعد يلعبون على 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 مشاعر الناس ويحلبون بهم كلها يسمونهم 56 قاعد ياخذون من عندنا والله العلي العظيم ياخذون كلها. تقصد الفساد بالعقارات
اي والله اللي راح يحدث دور وحده الارض منك تقيل الاكل مخرج جامودي هو منظم هذا البرنامج بحلقه خاصه جدا حتى اشارك بين ان شاء الله بكره بعد بكره وقت ما شاء الله. فانا اتابعكم يوميا ومتابع هذا البرنامج. نعم ان شاء الله الرافدين الشريفه واشكرك يا حسن وحسن. نرفع طلبك ان شاء الله. وشكرا شكرا جزيلا لك. انت قلت كلمه قلت الاخوه العاملين بالرافدين جميعا حياك الله حياك الله. انت قلت كلمه هاي الكلمه اللي هي كل عراقي غيور وشريف ديراهن عليها إن كان إحنا بالبرنامج أو بإدارة القناة أو هيئة علماء المسلمين أو أنتو، وهي أنه ماكو طائفية ماكو تفرقة. أنه أنت قلت الشيعي والسني نفس واحد، أنا أقول لك كل مقاومات الشعب العراقي بكل طوائفهم شيعة سنة صابعة يزيدية مندائية شبك آشوريين دول كلهم هم فسيفساء تكمل لوحة العراق. هاي الفسيفساء من توقع قطعة واحدة من أدها خربت اللوحة. فماكو طائفية بين الشعب العراقي. الطائفية جتنا بمنجزات للسياسيين وتحديدا بعد وصول نور المالكي إلى سدة الحكم وبعد تلقيه الأوامر هو ومن شاكله من إيران، لأنه إيران دزت لنا المخدرات، دزت لنا الإيدز، دزت لنا أدوية الفاسدة، دزت لنا ميليشيات القتل، دزت السلاح، دزت الفكر الطائفي. العراق من يوم يومه هاي قومياته، يعني ما كانت أكو محافظة طائفية في 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 الزمن الملكي، لكن في فترة من الفترات كان رئيس البرلمان العراقي في زمن الملكية هو محمد الصدر، وفي فترة أخرى إجا رشيد علي جيلاني، وفي فترة أخرى إجا محسن السعدون، ورؤساء وزراء العراق كذلك، والوزراء تنقلوا. حتى اليهود اللي كانوا عايشين بالعراق في فترة الملكية تسننوا مناصب، ومن ضمنهم ساسون حسقيل وزير المالية. فما كانت أكو طائفية ولا فكر إحنا بطائفية، كنا شعب متصاهر ويا هذا اللي إحنا دركز عليه. أبو أحمد من الأنبار، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، بارك الله بكم على البرنامج والحلقة اليوم. يعني هاي طبعا ننتظر هاي الحلقة حتى نطرح هواي أمور اللي يتعانون منها النازحين اللي موجودين محافظات النية وخاصة محافظة الأنبار. تفضل. زاد فضلك أخي العزيز. أنا بالنسبة للموضوع النازحين، موضوع النازحين أخي العزيز اللي أفهم أنه هناك جهات لإرجاع النازحين يعني بالقوة أو ترحيلهم أو من هنا يعني ما شابه هذه الأمور. وهو موضوع النازحين اللي موجودين حاليا اللي داخل مخيمات أو خارج المخيمات أو مقليم كردستان أو خارج العراق، موضوعهم موضوع شائك وموضوع معقد وموضوع يحتاج له إلى هواية يعني هواية أمور، هواية بوادر سياسية أو بوادر إقليمية أو كذا كلهم. نعم. أبسط مثال يعني أحكي لك هو موضوع يعني موضوع هذه الأموال النازحين اللي تعويضات النازحين 1.5 مليون. تعرف أنت كم شهر صار باكر بعد الشهر الجاي بعد باكر، يعني هاي كم موعد يعطون للناس حتى يوزعون اموال النازحين، وهاي كذوبه يلعبون بها على الناس الابرياء والناس اللي مصاده والناس اللي مبعده وحتى الرجعوا اللي اكثريه ناس يعني الله يكون بعونهم. فأخي العزيز انت شفت حد الان هي وجبه واحده وزعوها للنازحين هي 1.5 مليون والكذبه انه اسماء وهميه الاكثريه والاسم، يعني انا اقول لك منطقه واحده يعني منطقه يلا يعني باسم واحد استلم هذا 1.5 مليون. ويوميا مواعيد وزير الهجره الاسبوع الجاي اليوم الفلاني سوف توزع الوجبه الثانيه، وكل كذب في كذب. احنا اكثر المواضيع هو على موضوع النازحين اللي موجودين بالمخيمات. نعم. يعني احنا كم سياسي عندنا من محافظه الانبار بالبرلمان؟ نعم. مجلس محافظه الانبار شنو شغله وشنو موقعه من الاعراب؟ اريد اعرف شنو شغلهم، يعني مجرد منصوبين يعني كاتم صنم انتم، يعني هاي الناس اللي الشتاء صيف يعني جر الامرين بالمخيمات والناس اللي بالخارج يعني لا متى؟
إلى متى يبقى العراق يعني يبقى الناس المضطهدة مبعدة عن بيوتها، مبعدة عن أهلها؟ يعني شنو الحل؟ الحل يعني الحل احنا حلنا حل العراق تغيير جذري. احنا بالنسبة لنا يعني شفت برنامج قبل دقائق انه ايران بدت تضع خطة وتتفق مع الامريكان للتخلي عن الميليشيات وتخلي عن الحشد في العراق. وطبعا هذا اتفاق من تحت الطاولة، وهذا الاتفاق راح يضيعهم وراح يوقع العراق بهاوية وبس ما يحمد عقباها. فأنا أنصحهم وأنصح أهلنا بمحافظات سنية لا تدخلون بهذا المطب وابتعدوا عن الفتنة، ولا تصيرون ضحية مرة ثانية وأضحوك بيد هؤلاء. فما المشتكى لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أنه يفرج علينا، لأن ماكو فرج بس من الله سبحانه وتعالى، ولا لا سياسي ولا برلماني محافظاتنا. فاعتمدوا على الله يا ناس وعلى جهودكم، ونسأل نطلب من الأمم المتحدة، من المنظمات الإغاثية الدولية التوجه للنازحين وإعانتهم، أو يعني يشوفون حالهم. ونطالب الدكتور مثلا حرزاري بمتابعة النازحين من خلال الجهات الدولية والمنظمات، لأن وضعهم والله العظيم يرثى له، والله وضعهم حتى بالداخل أبو أحمد. هيئة علماء المسلمين يعني ما مقصر بهذا الموضوع، والقسم الإغاثي ما مقصر، وقسم حقوق الإنسان ما مقصر بهذا الموضوع. والله يا أخي هي مو مجرد مساعدات، يعني ما دي أطلب مشروط مساعدات، إحنا نطلب تحقيق دولي. يا أخي هسه شنو نذنب الناس اللي قاعدة بالمخيمات؟ أريد أعرف شنو مثلا حاليا الناس اللي موجودة داخل المناطق اللي رجعت، شو نقول رقم عن نفها؟ والله العظيم أعرف ناس كل ما يشتغلون، كل ما يعني يبدي يشتغل شافوا عنده صار عنده هالقد ماذا كذا مبلغ اعتقله، أعطى المبلغ طلع وكذا ويوميا أدخل بالسجن أو أعطي فلوس أو تطلع. كل ما جمع الناس يعني يفوت إلها تشتغل عليهم الشكاوي أو الدعاوي الكيدية وتعرف ما هاي الأمور. فنطالب يعني ليش يعني أقول لك أنه الشيخ مثلا عرضاري أو الدكتور أحنا يرادلنا هيئة يعني أمم متحدة، لجان إغاثية، لجان دولية تدخل العراق وتشوف الكوارث. مخيم الجدعة بالحويجة وبالكركوك، نعم، هذا مخيم وصلتني صور ووصلتني أسماء اعتقلت، حتى نساء والله العظيم والله العظيم حتى نساء اعتقلت بتهمة الإرهاب، لتهم بأنه أخوها أو ابنها أو زوجها، اتهامات اعتقلوها، ولحد هذا اليوم ما حد يعرف مصيرهم. نعم. فأنا دا أقول لك لازم تتدخل هيئات والأمم المتحدة ومنظمات، لازم بأسرع وقت. والله لو تعرف حتى اتصالات تصلنا من المخيمات يعني يكون دم، يعني أكو مخيمات يعني بدوا يطعنون بشرفهم. يعني ما أريد أتكلم على خلال القناة حتى لا أطعن بشرف الناس. واضح اغتصابات أخوي العزيز، اغتصابات واضح والله العظيم ما نقدر نتكلم هذا الكلام يعني يجرحنا ويأذينا. نعم كافي عاد كافي، ما تتحمل هذا الأمر بعد. شنو الغيرة هاي بعد؟ شنو الغيرة؟ تحمل ما بقى، تحمل وصبر ما بقى، إلى متى نبقى هيج؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نعم حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا لك أبو أحمد. أبو عبد الله من تركيا حياك الله. الله محييك أخوي العزيز، شكرا جزيلا على هذا البرنامج الطيب. لا شكر على واجب قناتكم الكريمة والكادر أجمعين، جزاكم الله خير جزاء يا أخي. خي حياك الله. الله يحفظك أخي. والله يا أخي سبحان الله، يعني هذه يعني أنا يعني سبحان الله صار يعني أكثر من يعني 16 سنة الآن يعني. نعم. والله يا أخي يعني مجتمعنا محتاج بس محتاج وعي، والله ما محتاجين شيء إحنا غير بس الوعي.
يا أخي دمروا العالم. يعني والله أنا تركيا حاليا، عرفت شلون؟ يعني أشوف مرات تمر حالات، يعني عرفت شلون؟ تمر حالات، يعني أشوف الناس هنا، الأطفال، النساء، يعني ما يعرف خطيه، ما يعرف شو يسوون، يعني ما يعرفون شو يسوون، محتار، ضاعت هويتهم، يقول ضاعت هويتنا. يعني زين، يعني انت تتوقع ابو عبد الله ان الشعب العراقي مو واعي هاي الامور؟ لا بالعكس، واعيلها صح، لكن الاشكال انه حاليا السلطات اللي موجوده بالعراق هي تتبع الى 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 دول، وكل كتله او كل حزب هو يتبع دولة. عندك اللي يتبعون الأمريكان، وعندك اللي يتبعون الإيرانيين، وعندك اللي يتبعون جهات أخرى. واللي يتبع الإيراني يعني هاي كانت مصيبة أكبر على الشعب العراقي، لأنه إيران ما صدقت واستلمت العراق من جورج بوش الابن على مطبق على 10 أطباق من الذهب. أحسنت أخي. هو عفوا المشكلة صوتك وياك صوتك مو واضح أخي. وياك تفضل حبيبي. أخي المشكلة أنا شوف، أنا صار لي تقريبا 23 سنة عايش بالخارج بأوروبا، يعني الحمد لله افتريت دولة واي أخي. نعم. يعني يا أخي المشكلة إن شوف هسه أنا أكو فتشي مرات، يعني التمسة، يعني فتشي جدا جدا صعب. يعني تصور هسه اللي صاير الثقافة عندنا بالعراق، يعني أخ إذا يكره أخو يتهمه فتهمه ويروح اتجه الميليشيات وتقشه ويعني يلعبون بطوبة. يعني هاي الثقافة، يعني ثقافة عجيبة يا أخي. والله أنا بس هاي الشغلة يعني أقول، يعني إلى متى إحنا نبقى بهاي الثقافات، هاي التهديدات والطائفية عرفت شلون؟ قبل كم يوم عندي صديق مثل وجهكم الطيب، يعني عرفت شلون؟ هم صاير فد إشكال وكذا. أتصور يعني على مود انه يسمع قران، عرفت شلون؟ ومخلي له شويه يعني لحيه وكذا، صار اشكال ويا اخوه ابن امه ابوه، عرفت شلون؟ يقول والله يا اخي راح جاب عليه مليشيات وبهذلوني وتهموني، حطوني بتهمه، يعني ما ضيعوني، يعني عرفت شلون؟ يقول لولا 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 رحمه الله ونجاني. يعني هاي الثقافه الى متى احنا نبقى بهاي الثقافات؟ زين، اي واحد نكرها نذبه ننطيه تهمه بحيث ان هيك هاي المعتقلات مليانه. اقسم لك بالله العظيم انا استريت دول العالم كلها يا اخي، اقسم لك بالله العظيم ثلاث ارباعهم ابرياء، صادق. عرفت شلون؟ بس مجرد كراهيات وعشان ثارات وما اعرف شنو، وذول اجوا شاق من الشوارع لموهم وسووهم ميليشيات وفقاموا يجرون ويذبون بهالسجون، يجر اللي هزموه طلعوا خارج العراق، واللي بالمعتقلات، واللي انقتلوا انشمر حشاكم بالزباله. زين يا اخي، يعني المجتمع يعني انه ما يقبل، ما يسمح بهذا الشيء. شنو يا اخي؟ شنو يعني هذا فلان طائفه وفلان مذهب وفلان؟ شنو هاي؟ احنا كنا عراقيين يا اخي، كلنا عراقيين. ليش الناس تحب المخيمات؟ احنا يا عراقيين، احنا شلون انام بالبيت اني واخفى تخفى عيني؟ زين، والاطفال والنساء والهذا بالمخيمات على الحدود مشمرين، اللي يسوى والما يسوى يستغل بيهم. زين شلون؟ ليش؟ زين ليه انت دول صاروا يعني شو اسمه ارهابيين؟ ليه انت صاروا بغير جنسيات؟ ليه انت حطوا بهيك اطار؟ ليش؟ زين اصلا هي هاي كل المخططات مال 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 الحروب مال كذا، كلها مخططات حتى يبيدون الناس عبادة جماعية. نعم. حتى يقضون على المجتمع. فإحنا لازم يصير عندنا، تعرفني يا أخي طلت عليك ووجعت راسك. لا يا أخوي، هذا برنامج حتى تحكي بيه اللي تريده. الله يبارك بيك أخوي العزيز. فيا أخي إلى متى؟ والله قلت لك أنا شيت برا وأعرفهم كلهم، أعرفهم من برا. زين، ورجعت للعراق وشاركت. زين، بس شفتهم يا أخي أصابات يا أخي، أصابات ما لها قرار ولا لها نهاية ولا لها قيم ولا لها أخلاق ولا لها دين. زين، يعني يقتلون البشر مثل ما يقتلون الحشاك، مثل ما يقتلون ايش اقول لك، مثل ما يقتلون ابسط حيوان، ابسط مخلوق. زين، يقتلون البشر مثل ما يقتلون ذبابة، مثل ما يقتلون بعوضة. الله أكبر. ليش احنا المفروض احنا الشعب نوقف بوجه هيك شيء؟
يا اخي مو لهالدرجه، شنو نعم. صار؟ شنو اللي صار حتى احنا نوصل لهالمرحله؟ ليش؟ زين؟ عشنا عايشين الاف السنين احنا اخوه ومحبه بيناتنا وكانت البيوت اصلا ما بيها والله العظيم، مشان انا اتذكر على جيلي يعني وانا مو كبير هو يعني زين؟ مواليد السبعينات على جيلي كانت الابواب مفتوحه اخر الصبح زين؟ والله شن كانت جدران ماكو جدران بين الجيران والجيران زين؟ فليمتى صرنا هيك يا اخي؟ فالمفروض والله انا اريد يعني يعني من قناتكم الفاضله اريد اناشد العالم اقول يا اخي لازم نوقف بوجهها، ارجع دول الناس ارجع لهم والله انا اشارك، احنا نشارك بيناتنا نبني لهم بيوت زين، نرحب بيهم، دول اهلنا عراقيين، ليش على حدود مشمرين؟ ليش بالمخيمات؟ بالمطر وبالبرد وبالحار وبال ليش يا اخي؟ عرفت شلون يا اخي؟ نعم no. والله مشمره بالدول، الله وكيلك ما عدا جناسي اولادها اطفالها ما عدا اوراق زين؟ ليش؟ شنو سووا؟ شنو ذنبهم؟ شنو الذنب اللي اقترفوه؟ زين؟ اجى من هبه وبدا ايران ذول المجوس هذول اللي امتحبونه اللي امترادونا الخير، اصلا هم ذول عتم عداء ويانا من زمن سيدنا عمر رضوان الله عليه. عرفت شلون؟ بس يعني معقول الناس يعني ما قاعد تستوعب هذا الشيء؟ نعم شكرا. عرفت شلون اخوي العزيز؟ عفوا انا يسامحني على لا اشكرك ابو عبد الله من تركيا واعذرني اذا قاطعتك لكن عندي اتصالات اخرى. ابو زكريا من كركوك حياك الله. الله يحفظك يا عم القناه ان شاء الله والله يرحم سلمك ربي يا عمي. المرحوم شيخ حافظ ان شاء الله، بس والله انت حاد مال عمان حمودي يعني العراق صاير الجنه صاير الملوك واحنا عايشين الجنه، لا كهرباء لا ماء لا يعني وين النازحين؟ بس عمان حمودي ليش ما يقول نازحين يدعون على في الصغر على التكراوية على خير المكان؟ يعني شنو هالتنخبات يا ابني اسد؟ والله العظيم هذول حكومة ناس ما يستحون من رب العالمين، بس والله العظيم رب العالمين ياخذ ارواحهم واحد يحاسبهم بالجنة. هذول السلسلية جابونا على العراق يا ابني اسد، يعني همام حمودي شنو هو همام هو واحد جوده كيف والله العظيم ما ادري. نعم. ابني اسد ليش ما رجعوا النازحين على الدخول صغار؟ يعني وين هذول المغيبين؟ من غزاله من دوره من تكريم من بيتي كيف؟ وين هذول؟ المغيبين يعني ذول شلون ربهم ايران؟ نعلى الله عليهم على هم وايران، نعلى الله عليهم هم وايران، ابن من الوليد من 2004 لهذا اليوم. ابن عزيز اشكرك منه منك. شكرا 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 لك ابو زكريا. مصطفى السيد من مصر حياك الله. السلام عليكم استاذ اسد. عليك السلام والرحمه والاكرام. اسمح لي اولا احيي اخواتنا العراقيين جميعا ونحيي القوى الوطنيه في الشمال وفي الجنوب وفي الخارج وفي الداخل وفي جميع الجمهوريات العربيه الحره اللي حياك. من اجل الاستقلال ومن اجل كرامه الانسانيه جميعا. حياك وحيا اهل مصر كلهم. لعوده النازحين يا سيدي، هم بيحاولوا يعملوا غطاء يثبتوا للعالم ان هم رجعوهم، بس رجعوهم لا بيوت ولا دور ولا اقامه ولا حياه ولا هينام في الشارع، هينام مع في رقام التراب مع الاموات اللي لسه ما دفنوش الجثث، هينام يجي له عدوى يموت، او اليورانيوم المخصب اللي في الارض مكان القنابل العنقوديه والنفايات النوويه. يا سيدي نطالب بتدخل دولي يا سيدي، نطالب بنشر قوات حفظ سلام يا سيدي تحمي المدنيين، تفصل بين المدنيين وبين العصابات يا سيدي، نطالب ونطالبكم ونطالب العلماء والاساتذه ان يفكروا في كلامنا جيدا، لان احنا لا عندنا مناصب ولا عندنا فلوس ولا حيلتنا غير حبنا لاوطاننا وكرامتنا، فنطالبهم
في حق الإنسانية أن تدعو في هذا الأمر بنشر قوات حفظ سلام تفصل بين المدنيين وبين العصابات والتنظيمات الإجرامية اللي عايشة على دم البشر، لأن دول ضاقوا الدم وضاقوا القتل، مفيش محاسبة مفيش مساءلة، مش هنرجعوا عن موضوع الدم ده أبدا إلا بالقبض عليهم ومحاكمتهم. فنطالب بنشر قوات حفظ سلام تفصل بين المدنيين وبين العصابات، وحصلت في دول كتير، حصلت في السلفادور وحصلت في افريقيا وحصلت في النيجا، حصلت في دول كتير وانتوا اعلم بالوضع ده يعني. فنطالب الاساتذه والعلماء ان يسعوا لهذا الامر، ونطالب اخواتنا العراقيين في الخارج بتنظيم وقفات احتجاجيه. نعم. وقفات الامم المتحده وامام السفارات وامام نقابه المحاميين تقول يا امني خلاص هي ما عادش لها رجعه، النهارده كون او لا تكون. كن مع الإنسانية أو كن مع العصابات. طيب عمي لازم كل واحد فينا حتى على الأقل عمل إنساني يعني طيب. لله عز وجل، لا عشان طائفة ولا احنا بتوع طائفة ولا في احنا انتمائنا للوطن. نعم يعني شاء من شاء وأبى من أبى. فنطالب يعني بالرحمة والعدل، يعني إذا كانوا يفهموا حاجة اسمها رحمة الدين، يعني اخجلوا شوية وخلي عندكم شرف، لا في دين يدعو للقتل ولا للظلم. الأول كلنا في جميع مذاهبنا وجميع أدياننا عندنا فروع ميلة، ففرع مايل لا يعبر عن بقية الشجرة، فرع مايل ده لا يعبر عن أحد، الصايع والضايع لا يمثل لا عشيرة ولا قبيلة ولا فئة ولا فرد. نعم. ما تعملوش عقاب جماعي للأبرياء وللسيدات وللأطفال الرضع، يعني اخذوا وانكسفوا، خلي عندكم شرف. ونطالب شيوخ العشائر العربية العريقة، عيب كده عيب إن أنتم الشعوب بتحترمكم وليكم مكانة في وسط الشعوب، فعيب ومن العار علينا كعرب، من العار والمهانة والذل ان تقفوا كده والسيدات يموتوا من الجوع والجبل والدفع وانت بتديكم السلايا كل يوم تضربوا نار على بعض وتقتلوا بعض، فعيب يعني اخجلوا شوية. نصيحة يعني لوجه الله، اخجلوا شوية، عيب لموها شوية كده ما صحش، عيب العالم بيتفرج عليه. شكرا لك اخ مصطفى من مصر. على قضية عودة النازحين إلى أماكن سكناهم الأصلية، معاون محافظ نينوى لشؤون النازحين والمخيمات علي خضر وضح أنه سيتم إعادة 106 عائلة أو نحو 550 شخص إلى محافظة كركوك في إطار عمليات النقل، ومضيف أنه قبل أيام أعيدت 35 عائلة إلى محافظة الأنبار، وأن العمل جاري لإعادة بقية العوائل إلى محافظاتهم الأصلية، مشيرا إلى وجود أكثر من 4500 عائلة نازحة من مختلف المحافظات خارج نينوى عليها أن تعود إلى مناطقها وتتولى الحكومات المحلية مساعدتها. يعني أنت يا أستاذ علي خضر معاون محافظ نينوى لشؤون النازحين والمخيمات، قبل ما أعلق على كلامك أتمنى من السيد المخرج يطلع لنا صورة المحافظات العراقية اللي نزحوا من عندها النازحين، وشوف أنت بعينك لبيوت، هاي بيوت وهاي المناطق اللي نزحوا من عندها وانهزموا من عندها لأن ما بقى عندهم بيت، هاي مدنهم اللي هم كانوا عايشين بها معززين مكرمين وكل واحد يملك له بيت وكل واحد يملك له مكان يسكن به، لما أنت ترجع لي 4500 عائلة، كل عائلة خلنا نحسبها بحدود 4 نفرات، في 4500 هاي 16,000 واحد بوجبة واحدة، ترجعهم وين يعيشون؟ جوا الانقاض؟ يحط طابوقه جوا راسه وينام؟ وين يروح؟ مدنهم 80% مدمرة، وفوق هذا كله هم متهمين عد الميليشيات، يعني هم انهزموا من الظلم وانتخوا بيكم، تيجي هسه انت تخون النخوة اللي نخوكم اياها انت ولا الحكومة؟ طلعوا وانهزموا بدل ما تعززوهم وتكرموهم قعدتهم بمخيمات، بكتوا فلوس المساعدات مالتهم، بكتوا الأدوية مالتهم، منعتوهم من التعليم، منعتوا أطفالهم من التعليم، خدمات بالمخيمات ماكو، وسكتوا ورضوا وعاشوا وتاليتها تجون ترجعوهم غصبا ما عليهم. ليش؟ هاي مدنهم، هاي قدام عينك شوفها بعينك انت، هذه المدن اللي هم طلعوا من عندها وين راح تقعدهم؟ لما رجعت لي هسه انت 160 عائلة 550 شخص المحافظة كركوك ب 12 باص، وين يعيش؟ وين يطي وجهه؟ المرة اللي ما عندها رجال وعندها كوم لحم وشالتهم وطلعت بيهم بالباص غصبا ما عليها، وين تروح؟ فكروا بيها أنتوا يا الحكومة العراقية، فكروا بيها شوية
ومثل ما قالوا المتصلين انه شوية رحمة. بالنسبة الى برنامج الواتساب عندي رسالة تقول السلام عليكم من عبد الخالق الناصر. بالأساس أنتوا يا حكومة فاشلة تزرعون الفتنة والطائفية، إذا بيكم خير يا حكومة ليش قاعدين؟ احموا وطنكم ودينكم، جاي تحطمون الشعب. وعلى كل عراقي يعتبر مراسلي جوائز أهداف مشروعة يجب قتلها لأنهم أخطر من داعش. رسالة أخرى، أخ أفل أحيي هذا الصوت العراقي الشريف. أو والله يا أبو جعفر من مدينة الصدر، أنت ابن العراق وأنت ابن دجلة والفرات، والله لو جميع الإخوان الشيعة مثل روحك ونفسك الوطني ما يبقى وجود أي خائن وعميل للعراق. تحية لك أخي بالوطن. أخوي العزيز أحب أقول لك أنه مو بس أبو جعفر، ترى أغلب الشعب العراقي وكله هو هيجي، اللي دا شوفه يا إجا على ظهر دبابة أمريكية يا إجا على ظهر دبابة إيرانية. أخ أفل أريد أسأل المرجعية، يقبلون آل البيت العوائل البريئة مهجرة بالمخيمات والحرائر تغتصب بالسجون والسارق والقاتل يصير مسؤول؟ أي دين تتكلمون به يا مرجعية؟ وإلى أي إسلام تنتمون؟ الله أكبر. أبو صالح من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم أشكر قناة الفرات يعني. قناة الرافدين، تفضل. الرافدين رافدين. نعم. خوي أنا عندي سؤال، عندي سؤال بروح أبوك. نعم. أي والله أنا عندي أخوي مفقود بال87. أخوك مفقود من شو وقت؟ بال87. نعم. بال87 مفقود ولحد الآن. نعم. أكو أسرة عراقيين 450 أسير بيران على حدود روسيا. نعم. 450 أسير على حدود روسيا، حتى صورهم مدلجة، صورهم عرضنا صورهم قبل 10 أيام. نعم. دزونا صورهم، حتى صورة أخوي موجودة. نعم. موجودة بالصور. زين أنا رحت حقوق الإنسان طردوني. رحت الصليب الأحمر هم ما طردوني. صليب ما طونع شاي أبد. الصليب الأحمر وحقوق الإنسان. أي حقوق الإنسان طردوني والله. حقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لوزارة حقوق الإنسان، لوين؟ لا الوزارة. نعم. الوزارة طردوني، لا أبدا ما أعطونا حكي أبدا. شنو السبب بالله؟ إيش قالوا لك؟ أدري بيهم 450 أسير حاطينهم على حدود روسيا بسجن سيمان. سجن شنو؟ سجن سيمان. نعم. سيمان. حتى أكو أولاد عمه هم فيهم ثلاثة هم من ضمن عدلين. حاجيت عن حقوق الإنسان، قال دول ما عندهم جنازة ولا عندهم شهايد ما يطينهم أبيران، طردوني. نعم. قلت كان وين أروح أنا؟ إحنا الظاهر قلت طلعنا مبيوعين، إحنا مبيوعين ما حد داعبينا. نعم. والله أنا جزعت فينا أبن الله جزعت، وين أروح أنا ما أدري دخل. نعم. وظلت هاي ظلت يوم الله ويومكم. نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو صالح. يعني انت تقول هي يمنا، وصدقني احنا كل اللي علينا نقلنا صوتك عبر الهواء مباشره الى الناس اجمع كلها سمعت انه انت عندك اخ مفقود من عام 1987، اكتشفته بالجديد انه هو اسير لدى ايران مسجوني في سجن على حدود روسيا، هو و450 اسير اخر تروحون للصليب الاحمر يطردوكم. يعني ما اعرف شنو شغل الصليب الاحمر اذا يطرد ناس، وتروحون إلى وزارة حقوق الإنسان وهي وزارة تعنى بحقوق الإنسان همنا طردوكم. يعني هاي قضية رأي عام نقلناها للناس، والناس إن شاء الله جاوبك عليها، ويا ربي يبرد قلوبكم أنت وعوائل 450 أسير الآخرين ويرجعون إلى أهلهم. عندي رسالة واتساب أخرى تقول السلام عليكم قناتنا حبيبة، نرجو من الله ثم منكم أن تنقذوا هذا الشعب الجريح، الشعب مظلوم، مع تحياتي أم زيد. والله يا أختي يا أم زيد، إحنا كل اللي علينا واللي نقدر نسويه إنه إحنا نوضح الحقيقة إلى الناس، نبين الحقيقة إلى الناس، نعطيكم الصور ونعطيكم الأخبار وننقل لكم إياها. يبقى الفعل مو يمنا، الفعل هو يمج أنت والشعب العراقي. القضية وما بيها إنه إحنا دا نركز على نقطة معينة، وقالها اليوم أبو جعفر وقالها أبو أحمد وقالها أبو عبد الله، إنه إحنا شعب واحد، إحنا مو طواف.
نظام المحاصصة الطائفية حتى بزمن الملكية، وقلتها قبل شوية، في فترة من الفترات كان رئيس البرلمان العراقي محمد الصدر، وفي فترة أخرى كان رشيد علي جيلاني ومحسن السعدون وغيره وغيره وغيره. احنا ما نعرف الطائفية ولا عمرنا عرفناها، احنا طوائف مكونة للشعب العراقي، كنا متصاهرين وعايشين شعب واحد. هاي المحاصصة وهاي الطائفية دخلت لنا بعد عام 2003 على ظهر الدبابة الأمريكية بالديمقراطية اللي وعد بها جورج بوش الشعب العراقي، ولما سلم العراق إلى إيران ودخلت بميليشياتها وقاسم سليماني وقام يتحكم وصارت دولة ضمن دولة ضمن دولة، وستين ألف دولة موجودة بالعراق. اليوم المشكلة وما بيها أنه إحنا نراهن على وحدة الشعب العراقي، على كلمة الشعب العراقي، نراهن على أنه الشعب العراقي اللي ثار بثورة العشرين عروس ثورات العراق يقدر يسوي شيء. واليوم إخواننا بالجنوب ما مرتاحين، وبالشمال ما مرتاحين، وبالشرق ما مرتاحين، وغرب بالغرب ما مرتاحين. كل الشعب العراقي هو في ضيم، إن كان بالشمال نازحين وإن كان أكو تدمير، فبالجنوب أكو تدمير آخر، خدمات ماكو. فكل الشعب العراقي ما شايف خير من هاي الحكومة من شماله إلى جنوبه. الجواب يومكم، نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم، نلتقيكم على خير بنفس الموعد إن شاء الله، في أمان الله.